بالنسبه لطواقاتنا لموسم عيد الاضحى هذه السنه، طبعا بسبب الظروف الاقتصاديه الصعبه، بسبب انه في اللي هو اخبار كثيره تقول انه في حرب جديده على غزه، تقريبا لحتى الان ضل 30 يوم والاقبال تقريبا شبه صفر، يعني ما في اي حجوزات لهذا الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه وبعد. طبعا أخوكم في الله منير عزمي أبو حصيرة أبو حمزة، صاحب مزرعة أبو حصيرة، طبعا عمره 22 سنة، مكان سكننا اللي هو المينا. مزرعة هذه عنوانها الزيتون عند دوار الكويت. معك أخوك جبر النيرب، صاحب مزرعة شركة الزاد للمواد الغذائية. مزرعة شركة الزاد تحديدا موجودة في قطاع غزة، في جنوب قطاع غزة في مدينة رفح. هذه المزرعة تتكون من عدد من الزرائب المليئة بالعجول والخراف، طبعاً متوفر اللي هو مسلخ مجهز بأحدث المعدات، حيث المناشير والرفع اللي هو الزبائح مساحته 250 متر، يتسع ل 15 عجل ذبح في كل ساعة. بالنسبة لأعداد الحيوانات المتوفرة الآن بحدود 150 عجل. مزرعة تشمل على تشتغل بخصوص العجول الأضاحي والخرفان والمجمدات. احنا يعني مقبلين على عيد أضحى مبارك، موجود عندنا كل جميع أنواع الأصناف من العجول أو الأبقار أو الأغنام. بالنسبة للحالة الصحية للعجول، طبعاً تحت أشراف طبي انتهت على أنه العجول هنا موجودة كلها سليمة 100%. بالنسبة للنظام الغذائي للمواشي، طبعا نقوم على عملية اللي هو فقط اللي هو الأعلاف، لأنها أكبر تحويل بالنسبة للحوم بعيدا عن الدهون. النظام اللي هو التبان اللي هو القش. والله هو بشكل عام الوضع يعني الاقتصاد اللي احنا بنمر فيه في الوقت الحالي وقت صعب جدا، يعني الإقبال السنة على الأضاحي ضعيف جدا جدا، يعني مش مثلا نقول يعني احنا كنا متأملين انه يكون زي السنة اللي فاتت، يعني أجانا أسوأ من السنة اللي فاتت. هذه الشغلة. الشغلة الثانية عندنا موجود يعني ركود بشكل تام يعني بالنسبة للأضاحي، في موجود أعداد كبيرة من العجول في قطاع غزة السنة تحديدا، يعني في كميات عجول كبيرة، وبالنسبة لأسعار العجول أو الإقبال عليهم نسبة العلف السعر العلف بشكل السنة هذه يعني إنه تقريبا 9-10 شهور بالحروب اللي موجودة في خارج البلاد، إنه سعر العلف غالي جدا وسعر الأضاحي غالي جدا، يعني في ركود من نسبة العجول، ما فيش حد قادر يجي ياخذ حصة في عجل، ياخذ عجل كامل يعني يتشاركوا، يعني احنا يعني موجودين ويعني على عسى انه يعني يكون السنة كويسة بالنسبة للجمعيات او المؤسسات او الدعم الدولي، انه يقدروا يساعدوا المؤسسات او الجمعيات في الأضاحي، نشتغل لهم نذبح لهم نجمد لهم الأضاحي ويتم توزيعها على الناس اللي بتحتاج. بالنسبة لتوقعاتنا لموسم عيد الأضحى هذه السنة، طبعا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بسبب انه في اللي هو اخبار كثيرة تقول انه في حرب جديدة على غزة، تقريبا لحتى الان ضل 30 يوم والاقبال تقريبا شبه صفر، يعني ما في اي حجوزات لهذا الموسم، يعني لحتى الان باقي 30 يوم لم نلاقي اقبال من الناس. والله احنا انا هنا بنستنى 30 يوم ضايل للموسم، في ال 30 يوم هذول احنا يعني ان شاء الله بنتامل انه يعني يكون في دعم من الجمعيات، يقدروا يجوا نقدم لهم طلب، نقدم لهم عرض، ممكن انه يعني ننزل كمان في الاسعار شويه، قديش ممكن ننزل ونساعد، بس انه يعني يكون في اقبال على موسم الاضاحي، وتقدر يعني انهم ياخذوا من عندنا او من عند غيرنا برضه. يعني انا بحكي لك الوضع موجود عندي في مزرعتي وعلى مزارع قطاع غزه، يعني مش على مزرعته بس، يعني اذا اخذ من عندي او ما اخذش من عندي، السعر الموجود السنه غالي بنسبه العلف الموجود، يعني ايش بدي اقول لك، غلاء يعني العلف تقريبا 400-500 شيكل في الطن زاد سعره، هذا بده يتحمل على مصروف العجل الموجود، واحنا ان شاء الله انا متاملين خير انه يكون يعني سنه كويسه وسنه منيحه ان شاء الله.